هو من المحلل هو. ها؟ هو من المحلل هو. هو؟ ياباني. أنا أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد يوسف مدير الهيئة الطبية في بلدتين ماضاي وبقايا المحاصرتين. صباح الجمعة الساعة 5:30 من يوم الجمعة 14/4/2017 تم إخراجنا من بلدتين ماضاي وبقايا ضمن اتفاق تبادل السكان بين اتفاق المدن الأربعة كفراية الفاعة زبداني ومضايا. خرجت عوائل من مضايا وبقاين وزبداني المحاصرتين، العدد حوالي كان 3200 نسمة. وصلنا منطقة الراموسة الساعة 11 مساء من تاريخ يوم الجمعة، في تمام الساعة 3 من عصر هذا اليوم تم تفجير في منطقة تجمع الراشدين، تجمع بصرة الفاعة كفرية، وأدى إلى حصول وفاة أشخاص من الطرفين. نحن في بلدتين مضايا وبقاين عانينا أزمة حصار شديدة جدا، وما زال داخل بلدتين مضايا وبقاين وزبداني أناس محاصرين لم يسعفهم الحظ في التبادل السكاني بين اتفاق المدن الأربعة. نرجو من الجهات المعنية بهذا الأمر التدخل في إتمام هذا الاتفاق، ونحن ندين بشدة التفجير اللي حصل عصر هذا اليوم، ونحمل الجهات المعنية بالتدخل الفوري والسريع لحل مثل هذه الإشكاليات وعدم تكرارها في المرات القادمة. نحن الآن في مدينة إدلب المحررة، نشكر جميع من قام وساهم في مساعدتنا بإخراجنا من الحصار، والآن سنذهب إلى المنازل المخصصة إلينا، وتلقينا مساعدات كثيرة وتسهيلات من جميع الأخوة القائمين على هذا العمل، ونشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه إلينا. طول يا عمي اللي بتصير عليك.